ازاي نعمل تسليح القواعد على برنامج اوتوكاد ستراكشر ديتيلينج، ده اللي هنتعلمه ان شاء الله النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في الدرس العشرين من دروس اوتوكاد ستراكشر ديتيلينج. درس النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل تسليح القواعد، وهنتعلم ازاي نعمل اكسبورت فورم ورك تو رينفورسمنت. لو احنا بصينا مع بعض هنلاقي عندنا ثلاث قواعد F1 وF2 وF3، تسليح القواعد 7 فاي 12 في المتر، عندنا تسليح الأعمدة عشان خاطر نعمل الأشاير، عندنا عين 1 4 فاي 16 وعين 2 6 فاي 16 وعين 3 8 فاي 16 وكنات الأعمدة كلها 6 فاي 8 في المتر. هنتعلم ازاي نرسم الحديد الرئيسي للقعدة ونوزعه على بعضه، ونتعلم ازاي نرسم الحديد العلوي للقعدة، وكمان هنتعلم ازاي نرسم أشاير الأعمدة وإزاي نوزع كنات الأعمدة على الأشاير. فيلا بينا ندخل في التفاصيل. تعال نفتح الموديل بتاعنا، هنضغط هنا فايل فورم وورك. تعال نبتدي بالقعدة F1، هنختار القعدة كده ونيجي من التاب بوزيشنز، رايت كليك، اكسبورت فورم وورك دروينج تو رينفورسمنت، ونختار القعدة ونكتب هنا footing reinforcement next. ده طبعا الشكل اللي احنا كنا مختارينه، كنا مختارين بلان وسكشن، ممكن كمان نزود سكشن بالاتجاه التاني. اوكي generate، هنكتب 00 enter، دبل كليك على السكرول. اول حاجة هنعملها هنغير اسم القاعدة، دبل كليك على التكست ده، خلي دي 1 تعالى بقى نبدأ نسلح القاعدة دي. هنضغط على reinforcement elevation ونختار هنا الستيل جريد T، الكفر 50، قطر التسليح فاي 12، ونختار الشكل ده ونشيل الهوكات. بعد كده نضغط points، نبتدي نرسم السيخ ده كده من هنا لهنا. بعد ما نخلص نضغط انتر. اوكي نحط الديسكريبشن هنا كده، انتر. بعد كده نضغط reinforcement elevation، نرسم الاسيخ في الاتجاه التاني بوينتس، نيجي هنا نقطة تانية تالتة الرابعة انتر. اوكي نحط الديسكريبشن هنا كده، انتر. تعال نرسم الكانة اللي بتبقى في التوب، نضغط على علامة الكانة دي كروس سيكشن، ونخلي الكفر 50. بعد كده نضغط دياجونال، نختار نقطة هنا نقطة هنا. اوكي نحط الديسكريبشن هنا كده، انتر. تعال نرسم الكنة بتاعة العمود كروس سيكشن، نختار هنا R والكفر 25، بعد كده الديامتر 8 دياجونال، نختار نقطة تانية. اوكي نحط الديسكريبشن كده، انتر. تعال بعد كده نرسم الإشارة elevation، نختار هنا 16، ونخلي الكفر اللي هو 25 زائد قطر الكنة يعني تقريبا 35 بوينتس. تعال نرسم الإشارة هنا، هنختار نقطة هنا كده وننزل لحد آخر القعدة. بعد كده نضغط S انتر ونمشي كده ونكتب 300 انتر انتر. اوكي نحط الديسكريبشن هنا كده، انتر. بعد كده عايزين نرفع السيخ ده لفوق مسافة 960 اللي هي ال دي زائد 35 يعني 995، انتر. سكيب، ننزل السكشن ده لتحت كده 2000 مثلا. تعالى بعد كده نوزع الاسياخ، هنضغط على بوينتس، نختار السيخ ده، وول سيجمنت،
ونختار الحتة دي من السيخ، انتر، نكتب هنا 140، اوكي، نختار الشكل ده، نعلم على الايد، اوكي، نختار سيخين كده، انتر، نظبطها كده، نختار نقطة، انتر، بعد كده بوينت تاني، نختار السيخ ده، قول سيجمنت، نختار السيخ ده كده، انتر، نكتب 140، اوكي، نختار دي، نختار الايد، اوكي، نختار سيخين كده، انتر، نظبطها كده، نختار نقطة، انتر. تعالى بعد كده عايزين نميز الفرش والغطا، هنعتبر ان ده فرش وبالتالي يبقى ده غطا، يبقى محتاجين نحرك دي مسافة 12، هنخليها 15 مثلا، انتر. بعد كده نختار الاسياخ المنقطة ونحركها 12، انتر. عايزين بعد كده نحرك السيخ ده لفوق شوية، هنضغط دي اي، انتر، ونقيس المسافة دي كام، هنلاقيها 42، حركها مسافة 40 مثلا، 40، انتر، سكيب، هنعمل لها ميرور، ام اي، اختار نقطة والتانية، انتر، تعال ناخدهم كابي، سي او، انتر، نحطهم من هنا لهنا، سكيب، نزل السكشن ده 2000 لتحت كده، مفيش اي مشاكل هنا، اوكي. تعال نوزع الإشارة دي بوينت، نختار السيخ ده، قول سيجمنت، ونختار الحتة دي، انتر، اوكي، نختار الشكل ده، نختار علامة الإيد، نكتب هنا 2 في 2، اوكي، نختار السيخ ده، انتر، نحط دي هنا كده، انتر. بعد كده نعمل لها ميرور، ام اي، نقطة تانية، انتر. تعالى بقى نبتدي نفرد الاسياخ، هنضغط على بار سيمبل، الكان دي نفردها، طلعها هنا كده، نحط الديسكريبشن هنا، انتر، نختار الكان الصغيرة، طلعها بره كده، نحط دي هنا، انتر، الإشارة، طلعها بره كده. بعد كده نضغط R ونكتب 90 عشان نلفف الديسكريبشن ده كده، انتر، اختار السيخ ده، ننزله هنا كده أو نطلعه الناحية دي مش مشاكل، نحط دي هنا، انتر، اختار السيخ ده، نجيب الناحية دي كده، نحط الديسكريبشن هنا. طبعا مفيش داعي ان انا احط ديسكريبشن للاشاير تاني، ولا في داعي اني افردها تاني، لكن لو انت حابب مفيش مشاكل، هتضغط بار ديسكريبشن، تختار السيخ ده، انتر، وتكتب هنا 2 في 2، بعد كده تشيل علامة الصح من على اكتف عشان ما يعدهوش في الجدول تاني، اوكي، تحطه هنا كده، انتر. ممكن كمان نيجي هنا نعمل موديفاي للديسكريبشن ده، موديفاي، نكتب هنا 2 في 2، كلوز. تعالى بعد كده عايزين نوزع الكانات اللي بتبقى جوه القاعدة، هنختار الكانة، ديستريبيوشن، بعد كده نضغط اوكي، ونختار نقطة هنا، نختار نقطة في آخر القاعدة، ان انتر، انتر، نخلي السبيسنج 200 مثلا. بعد كده عايزين نرفع الكيانة الأولانية دي لفوق شوية، نخلي دي 50، اوكي. بعد كده نختار الشكل ده، اوكي، ونحط الديسكريبشن هنا كده. عايزين نقلب الديسكريبشن يبقى شمال البار مارك، هنضغط ام انتر، بعد كده نختار نقطة، انتر. تعالى بعد كده ناخد دول كوبي، سي او، انتر، اختار نقطة هنا، اختار النقطة دي كده، سكيب، نحرك دي لبره شوية،
بعد كده هنضغط Modification Description ونختار الديسكريبشن ده ونشيل علامة الصح من على Active Close. كده خلصنا القاعدة دي بالكامل. عايزين بس نعمل حاجة، هنضغط Modification Description ونختار الديسكريبشن ده، نكتب واحد هنا اوكي انتر، اختار ده انتر واحد كلوز، دبل كليك على السكرول، هنضغط كنترول اس ونقفل اللوحة دي يس. هنكتفي بهذا القدر النهاردة. شكرا ليكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.